ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده عن الكنبه دي محققه مبيعات في امريكا. الاجانب بيعشقوها لان هي يعني معموله كلها من غير قطع ولا شجره، هي صديقه للبيئه، بيحبوها جدا جدا عشان هي خفيفه وفي نفس الوقت هي متينه جدا. هقول لكم ازاي. فيلا بينا نبتدي. طيب الكنبه دي هي اسمها Elephant in a Box، هي جات لي هديه بصراحه. انا اول لما جات لي ما كنتش متخيله هو ازاي بوكس صغير زي ده هيطلع منه الكنبه الكبيره دي. خليني اوريكم شكل البوكس اول ما جالي كان عامل ازاي. انا ما كنتش متخيله انه هيطلع منه كنبه نفس الوقت شيك. يعني انا بصراحه اخترت احلى لون اللي هو لون الجراي الفاتح ده، بيبقى بيدي شياكه لو انت بالذات عروسه وعامله شقتك بقى الوان ابيض وجراي. اللون الجراي الفاتح بيدي شياكه وفي نفس الوقت ما بيتوسخش بسرعه وفي نفس الوقت ما بيقفلش الوان الشقه. فالمهم انا بصراحه اول ما طلعتها بالظبط خدت مني مثلا 6 أو 7 دقايق تركيب، ومش تركيب بعدد او مسامير او الكلام ده، لا انا طلعت الحاجات حطيت الحاجات وشكرا خلاص. مش يعني محتاجتش اي مسامير ولا عدد ولا الكلام ده. هي كده كده بتيجي معاها كمان انستراكشنز للتركيب بس هي سهله جدا. يعني انا بصراحه الكنبه دي عجباني جدا 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 علشان هي خفيفه. يعني انا مثلا لما احب ان انا انضف تحتيها او كده مش هيطلع عيني، لا عادي ازقها ببساطه وانضف تحتيها وارجع تاني، مش تقيله. وفي نفس الوقت يعني احلى حاجه فيها انك تقدري تسفي بيها. يعني لو انت مثلا عايزه تسفي في اي حته تلميها وحطيها في شنطه العربيه وسفي بيها، مش محتاجه تكاليف نقل او الكلام ده. وميزتها ان لو جالك ضيوف تقدري تفتحيها وتقفليها وتعملي كل حاجه. وفي كمان بتشتري الاوتومان، الاوتومان ده تقدري تستخدميها مثلا زي مش عايزه كنبه بس وعايزاها تبقى ال شيب، تقدري تعمليها ال شيب، تقدري تستخدميها ترابيزه. رغم ان هي خفيفه جدا بس هي متينه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ هو مكتوب ان هي بتشيل لغايه 400 مره ضعف وزنها. يعني اول لما جت انا قعدت انط عليها كتير جدا بصراحه عشان اطمن يعني اشوف هل فعلا هي قويه بجد ولا لا. وليه بقى هي قويه جدا؟ عشان هي معموله باختراع كده، هو موجود مش موجود غير بره مصر. عشان كده الكنبه دي محققه نجاحات يعني بره في امريكا وكده، ان الكنبه دي معموله بتكنولوجي اسمها الهاني كومب. خليني اوريكم شكل الهاني كومب من جوه. الهاني كومب ده ستراكشر خلايا سداسيه بيستخدموه في الايركرافت، بيستخدموه في الطيارات علشان هو خفيف وفي نفس الوقت متين جدا. فعشان كده من هنا جات لهم فكره الكنب ان هم يعملوه بالتكنولوجي ده ان هو يبقى متين جدا. وهم من كتر ما هم يعني واثقين من الكنبه ان هي متينه جدا واستحاله ان هي يحصلها اي حاجه، هم عاملين عليها ضمان 5 سنين. فهي بصراحه هي حلوه جدا جدا. الكنبه دي تقدر تشتروها من على جوميا ومن على الويب سايت بتاعهم. واحلى حاجه ان هم ليهم اوفيس في مصر فمفيش جمارك مفيش شيبنج مفيش اي حاجه. هم اوريدي يعني عاملين خصومات في الفتره دي بس انا طلبت منهم كود خصم ليكم، يعني خصم زياده فوق الخصم بتاعهم كمان. في كود خصم هكتبه لك تحت، كود الخصم ده بيديكي خصم زياده 1000 جنيه فوق الخصم كمان بتاعهم و300 جنيه على الاوتومان. يعني 1000 جنيه على الكنبه و300 جنيه على الاوتومان. انا عايزه اوريكم الكنبه من قريب. بجد يعني قد ايه هي شيك جدا جدا وقد ايه الفابريكس بتاعتها يعني فيري ريتش ومريحه، يعني مريحه جدا جدا جدا. تقدري بقى يعني يا اما تشتري كنبه لوحدها يا اما تشتري الاوتومان معاها. الاوتومان ده تقدري تستخدميه از تيبل مثلا تحطي عليه، او انك انت ممكن تستخدميها كال شيب يعني تحولي الكنبه لال شيب. اهو كده بقى ال شيب. الكنبه دي بجد يعني من احلى الحاجات اللي نزلت مصر. ويا ما بس اكون افدتكم واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.